مرحبا والله اهلا نيف محمد حاول ست حلقك شوي اخبارك بدر اهلا نيف بدر حبيب وقت الشاور الحين ايش فيك جا وقت السكين كير محمد حولم شيك قول لك شيء بس ما تعلم احد قول لي انا ايش بالنسبه لك انت بالنسبه لي ايفون 15 شفت ما قال برو ماكس انت بالنسبه لي ايفون برو ماكس 15 قال برو ماكس اول غلط انت بالنسبه لي ايفون 15 برو ماكس انت بالنسبه لي راح تبلع ميوت يا ميت عطني ايفون خلاص احد متابعيني واحد يا اخي اعطيك بايس ولا انت اللي تعطيني كلام حلو ميت يا اجمل شعور موجود بالتيك توك ترى ما بقى شيء خلص ما شاء الله هذا جسمك طبيعي ولا تاخذ شيء الناس تقول لي تاخذ الابر تخيل يوم بتامون عليكم ممكن تذكرون الله انا لو لاعب جوله بعد مشان الله جوله احسن من هذيله ميت تبي منو فيهم انا بيهم كلهم ما يحط لي ضحك واحد يحكم واحد اسمع حبيبتي بروجيكتر ابي العب الفورسيات ابي العب حوالي جدا منه ليش طالع الايفون يشيل الميوت انا راح امسح الدموع بالايفون هذا مستحيل خلاص حكمني مين حكمني حكم السطحون كذا تسووه معنا لا حول ولا قوه الا بالله علق عندي يطلع حوالي علق يطلع لا 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 والله عليكم والله ادعي علينا يبري فيديو يبري فيديو محمد حولي ليش ها 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 اطلع لا 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 اسمعني لا تهرب لا تهرب اسمعني دايما اسمعني وانك رجال اجلس انا مو رجال باي صار بالعالم اسمعني بقوري ما تندي ورني 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 اسمعني خلاص شو اسوي ما معلنا